10 أطنان من المواد المنتهية الصلاحية هي الكمية التي ضبطت في أولى حملات وزارة الأشغال العامة والطرق في مدينة المكلا، وهي الحملة التي دشنتها الوزارة خلال أسبوعين ضمن استراتيجية جديدة من الإجراءات توعدت بها السلطات. في رقابة يومية متواصلة على قوة الناس في من جميع أسواق مدينة المكلا، وطبعا نتائج هذه المصادرة مش مصادرة وبس، طبعا مصادرة ولها غرامات على المخالفين. وبالرغم من أن هذه الكمية ليست قليلة، إلا أن المصادر تؤكد أنها لا تمثل سوى جزء بسيط مما هو متاح للاستهلاك في حضرموت وباقي المدن اليمنية، على اعتبار أن ميناء المكلا أحد أهم منافذ عبور البضائع إلى البلاد، والذي بقي تحت سيطرة القاعدة لأكثر من عام خلال الحرب وحتى قبل تحريره من سيطرة القاعدة. فخلال تلك الفترة استقبل الميناء الكثير من الأصناف دون مرورها بالإجراءات أو حتى خضوعها لاختبارات الجودة والمقاييس بعد توقيفها للعاملين فيها لأكثر من شهرين. وحتى الآن تجد السلطات نفسها أمام مهمة صعبة لا تقتصر على تطبيع الحياة خلال الفترة القادمة، بل حتى معالجة ما خلفته سيطرة التنظيم على الميناء ومختلف المنشآت الحيوية في المدينة.